عملا على تذليل الصعاب أمام أبناء الشعب الليبي في شرق البلاد وغربها، شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وآمر غرفة عمليات تأمين سرت الجفرة وعدد من ضباط الجيش والشرطة وأعضاء من المجلس الأعلى للمصالحة وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني بفتح الطريق الساحلي في منطقة بويرات الحسون ثم في منطقة الستين غرب سرت، وسط أجواء يسودها الفرح والاستبشار. وهذا ليس بغريب على الشعب الليبي، الشعب الليبي يريد الوحدة ويريد الالتحام ويريد العناق ويريد العمل مع بعض، ونحن مسرورين جدا جدا في هذا اليوم المبارك اللي حاولنا إيداء الطريق هذه وفتحنا الطريق، وإن شاء الله ربي يكمل بإنهاء بالمصالحة الوطنية وبالخير للليبيين وليبيا كامل. على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة وقت الظهيرة وبعد المسافة وانعدام الخدمات في الطريق الساحلي الرابط بين أبو جرين وغرب سرت، إلا أن ذلك لم يمنع الناشطات المدنيات والمشائخ بمجلس المصالحة من المشاركة في هذا الحدث المهم. تم الافتتاح الطريق الساحلي من الجهة الغربية وهي تبت لبيرات، والتبة الثانية اللي هي في 60 سرت. نتمنى أن الليبيين أن يكونوا أخوة ومتحابين متعاونين في بناء ليبيا. ياسر كفاء حروب، وربي يأتي بليبيا بخير والمحبة والمودة بيناتهم. مشاعر الفرح بدت على محيى الجميع من رجال الإسعاف والمدنيين ورجال الأمن والعسكريين. نحمد الله سبحانه وتعالى على فتح الطريق، ونشكر سيادة رئيس الوزراء وكل من ساهم في تذليل هذه الصعاب لفتح هذه الطريق لكافة المواطنين. واليوم دعوات الناس لحكومة الوحدة الوطنية متأكد أنها تكون دعوات خير وستدفعهم إلى تقديم المزيد من الجهد والعطاء. الطريق الساحلي الممتد من مصراتة شرقا إلى سرت غربا مرورا بأبو جرين والوشكة وبويرات الحسون يعد سلسا اعتبارا من نهار اليوم. ها هو آخر السواتر الترابية الفاصلة بين شرق ليبيا وغربها، وقد تمت إزالته إذانا بفتح الطريق الساحلي الذي تم إغلاقه لمدة تزيد عن سنة ونصف. عبد اللطيف أبو زهو، قناة ليبيا الأحرار، منطقة الستين غرب سرت.